احنا فور تايبس اوف ريجكشن، احنا اربع انواع من الحق الادنى، اربع انواع من الحق الادنى. سبقا ذكرت لكم احنا الاربع الانواع اللي هي خصائص الجيوسي، احنا بيضيه الحق بالعضله وتكون جلدك من زاويه 90 درجه. الحقن في الجلد يعني داخل بالجلد وليس تحت بالجلد، فرق بين بالجلد وتحت تمام؟ من 10 الى 15 سنتيمتر، 10 الى 15. الحقن عن طريق الفيروس الوريد اللي هي 45 مثل ما قلت لكم، بتعيش في الغيار بعدين تنزل. الحين بنشوف الهدف الوريد، نسحب الخبر يطلع عندنا، ننزل الزاويه مالتنا. الحقن تحت الجلد اللي هي هذا بالجلد، هذا الجلد، من اقول تحت الجلد لازم ادخل الجلد وانزل. يعني هسه هذه لسان جمالتي، اريد اضرب بالجلد، بعد زاوية جلد تكون ماتي بالجلد، ادخل الجلد واختبر جلد تمام؟ واحقن. لكن اذا اضرب تحت الجلد الزاوية مالتي راح تزيد، فاهمني؟ من احدد المكان واقول تحت الجلد الزاوية مالتي راح تزيد. ليش؟ ليه زاوية تزيد؟ حتى ادخل في عمق، يعني افوت الجلد انزل جوا بعد، لان هذه الزاوية مستحيل انا هيك انزل بزاوية 10 او 15 لان راح تمشي سطحية، لذلك لازم عمق بها، فكل ما يصير عمق تزيد الزاوية، اذا تصير 45 درجة. اختبر ايضا انطل العلاج. قلنا له اوكي؟ اذا النوع الثالث اللي هو عن طريق الوريد، والنوع الوريد ايضا من 45 بعدين ننزل مسطحا. تلقى الهدف يعني تلقى الوريد. والحقن تحت الجلد اللي هي تكون 45 درجة سنسية، العفو درجة كل درجة تمام؟ 45 درجة تمام. راح أسير زيادة على الوريد، أسير زيادة يكون بالزاوية عرفنا الزوايا ما تلحق الحقن. نعم. ايش قد الوريدي؟ الزاوية مالته 45 درجة. ايش قد العضلة؟ 90 درجة. بالجلد؟ 10 ل 15. تحت الجلد 45. زين، شلون عرفت تحت الجلد؟ يعني ثقفت الجلد وفتت تحت الجلد. العمق. اعمق. العمق. يعني ثقفت الجلد اعمق. وكل ما ينزل اعمق بعد الزاويه تزيد تمام؟ نجي هسه اول بروسيجر نشتغل به هو العمليه، بس قبل كل شيء احنا خلينا نتعرف على السرنجات، تايب اوف سرنج، انواع السرنجات، خلينا نتعرف عليها. يمكن شايفين هاي النوعيه من السرنجات اللي هي رقم واحد، وشايفين نوع من السرنجات رقم خمسه، وشايفين نوع من السرنجات رقم 10، وشايفين نوع ايضا من السرنجات صار مثلا عنده 50، انواع السرنجات بالارقام. نجي على اصغر سرنجة اللي هي رقم واحد. رقم واحد هاي السرنجة المعروف عليها يسموها سرنجة الانسولين، هي اسمها لقب سرنجة الانسولين لانه الاغلبية يقولون على مدى الانسولين، لكن هي ليست الانسولين فقط، اذا هو الادوية ممكن ان تنوخذ بالجلد او تحت الجلد عن طريق هاي السرنجة ومن واحد سيسي. هي عبارة عن رقم واحد من هاي السرنجات، عبارة عن رقم واحد مصغر. بس هذا رقم واحد، اثنين وثلاثة وأربعة خمسة، هذه الاسفنجة كلها عبارة عن رقم واحد لكن مصغر، هنا مصغر ما نتوسع رقم واحد، هذا يقول لك الواحد منين يتكون؟ يتكون من 100 وحدة، 10 وحدات، 20 30 4 5 6 7 8 9 100 وحدة، إذا هات ال 100 وحدة كلها على سيس واحد من هاي، هذا سيس الواحد، كل الاسفنجة كلها مكون من هاي ال 100 وحدة. كلها مكون من 100 وحدة، يعني هذا سيس مكون من 100 وحدة. هاي الوحدات ليش احنا استخدمنا هاي السرنجة بالوحدات؟ بعض الأدوية تكون مركز العلاج مالتها والجرعة مالتها تستخدم بالوحدات، مثل الأدوية الأسفلية 10 وحدات، 20 وحدة، 30 وحدة. من صعوبة تلقى الوحدات بهذه. لذلك يجب أن تكون السرنجة مصغرة، توسع بالأرقام مالتها تكون واضحة اللي هي هذه. تمام؟ مثل السؤال اذا عندي سكر عندي 10 وحدات اقدر اسحب ال 10 وحدات عن طريقها، عندي 20 وحده اسحب 20 وحده، 30 وحده، 25 اصير ما بين الواحد والاثنين اخذهن، بين الثلاثه وبين الاثنين اصير 25. زين 35 ما بين الثلاثه والاربعه، 45 ما بين الاربعه والخمسه.
السابقة، لذلك هاي الفائدة نسجل حسن. إضافة إلى بما أنه هي جرعة مصغرة، هيدا يكون هذا لو هيدا يكون الناعم أكيد الناعم ليش؟ لأنه جرعة مصغرة حتى لو طلع العلاج بالهيدا لازم يكون هيدا الضعيف هاي الوحدة. ثاني شيء هيدا المصغر حسب قياس المكان اللي تلمسه، أنا مو من المستحيل أنطي بجلد أو تحت جلد رطب هذا الهيدا. تمام؟ إذا يجب أن يكون الهيدا الناعم حسب سعة وكثافة الجلد والأريا اللي راح آخذها ونوع الدواء اللي راح أنطي كمية جلد كمية الوحدات. إذا بيكون جاهز هاي السرنجة ويا الهيدا، لاحظ هاي السرنجة تكون الهيدا مالتها فارغين فتح ويسد، بس هذا الفيس الهيدا مالتها. أقول لا تجيني فرق حسب الشركة مالتها والمركز اللي هناك وضحنا هاي من الجلد السرنجة الفاكسين. مو عندنا مبدأ الفاكسين أيضا نطلق هاي السرنجة. عندك مثلا المنشطات النساء تريد تنشط على مدى الحمل أيضا هاي السرنجة بالوحدات. وعندنا وايد استخدامات فيها، عندنا المخدر اللوكال الموضعي، المخدر الموضعي اذا عندي جرح على خيطي اخذ هنا، عندي الاسنان تخدير الاسنان، شوفوا انتبهوا على المكانات الايريا اللي تبغى تاخذ سرنجه، وخذ النيدل تكون سوفت وتكون الكميه مالتها يعني النسبه مالتها حجمها صغير وقليله، يعني مو بالعضله مثل العضله ما استخدم بالعضله او استخدم بالوريد، لازم النيدل يكون اكبر الحجم مالته. هسه ناخذ الطريقة الأولى، تعرفنا على السنجات، شنو السنجات رقم واحد ومنين تتكون، وهسه عرفنا السنجات أنواعها خمسة أو عشرة أو 20 أو 50، نعرف أنه 50 هذا بيت الفيدي للتغذية، ويغذوك المريض الأنكوشف اللي فاقد الوعي، ممكن أيضا بالبوزنيك بالتسمم أخلي أنجتوب وأدفع للمنسلان وأسحب وأخذ بالبداية عينة وأدوها للزرع حتى يعرفوا شنو هذا المحتويات المعتاد نسلم بها المريض. فيكون هاي السنجة. تمام؟ فعندنا هاي استخدامات للسنجات في الأحجام مالتها. نجي هسه على أول طريقة ناخذها هي المصاص العضلة الآي إم، خلاص ماكو العضلة بالحق نقول عليه آي إم. إذا خذيت حل في هذا الموضوع عندي الشرش أو الأمبول مكتوب عليه آي إم، إنترامس كولر يعني بالعضلة. تمام؟ عندنا شباب راح أنزل لكم بالفيديو مالتكم التقييم الصحي، عندنا فيديو بالحالة العاشرة. من أي علاج أنت تدور وتعطيه المريض سواء كان طابي سواء كان انجكشن سواء كان سيرم أي تايبس أي نوعين من الميديكيشن عنده 10 صحيحات، راح أنزل لكم الفيديو توضيح للعشر صحيحات. فمن ضمنها إحنا لو نباوع عند فوت من ضمن العلاج من الصحيحات نباوع عند فوت طريقة آي إم لو آي بي سبتنس. تمام؟ نجي ايضا على الكميه مالتها ايش قد كم جرام او كم ملي جرام او يونت يباوع على الكميه مالت العلاج. ايضا نشوف اذا كان هي السلوته ما مقطر، اذا كان الاكيد بالعضله ما مقطر او تسيلودوكاين اذا بالوريد. ليش؟ لانه اذا خلينا ما مقطر وبيه مخدر ونطيب الوريد راح ياثر على عمل القلب، ممكن يكون تكي كارديا وياثر على المريض. فإذا الماء مقطر المستخدم للوريد يمنع من أن يقطر بمادة اللودوكاين المخدر، لكن ممكن بالوريد ماء المخدر البيل ما المقطر بيه مخدر لو تكون أكو من مقطر من اللودوكاين 1% يمنع من أن يقطر بنقل الوريد. زين يستخدم فقط العضلة. ليش يستخدم العضلة؟ في المنطقة تصير عضلة تصير بينفل تشو يعني تصير فيها آلام، لكن بالوريد هي بس مجرد يحس بالوخزة وحي شوية الدم فما يحس المريض بالألم مالته ما عدا بس الوخزة، لكن بالعضلة العلاج يصير بينفل راح يتوزع بالمنطقة وراح يأذي المريض، لذلك يستخدمون المخدر. ومو كل الأدوية يستخدمون ياخذ المخدر، بعض الأحيان عندهم هرمونات أنا أعطيهم البروجسترون أوفر تنزيل الدورة أنا ما أخليهم مخدر، جكتوفير الحديد أنا مو أعطيهم مخدر. تمام؟ بي 12 وهكذا، أكو بعض الأدوية ما نقدر نستخدم ما في مخدر، لكن ممكن نستخدم ويعمل ويا الانتبالاتيك مثل البيكلوكس، البيسيلين، كلابونان، هيميكاسين، جنتامايسين، ممكن أن ناخذ للطفل ناخذ ربع سيسي من المخدر، ويا الكبار ناخذ نص سيسي بالمخدر، ليش؟ لأن أصلا المخدر مادة زيتية ما أقدر أكثر بيها خلال العلاج بالحقن، ليش؟ لأن هاي المادة الزيتية راح تحيط الدواء اللي راح أحقنه فممكن يصير يعقب الامتصاص مالته، لذلك نعطي نسبة قليلة مجرد بس نخفف العلاج بيها ونعطيها على الألم مالت المريض حتى حماية لحقوق المريض.
قد انا شلون اسجلها طبيعي قال لك المعيد ياخذ ربع الغرامين والمتين بخمسه اللي قلت ربع الغرام تلقى ربع من الهواي اكون من مره يكتب واحد على اربعه في اثنين من اجي ابغى على الابرة الدوما ام الالف انا شلون احسب الربع؟ الالف تقسيم اربعه حتى اطلع الربع اقول الالف تقسيم اربعه حتى اطلع الربع ايش يطلع لك الالف؟ 250 زين انا قسمتها على اربعه يعني شلون سيس اربع سيسيات فاذا خليت اربع سيسيات سيس الصبح سيس بالليل والباقي اهم لي اذا قلت على اثنين اذا قلت على اثنين اذا قلت على اثنين قلت نص الصبح نص بالليل فبيش احل الاربعه من حليتها باربعه شرطي يعني سيس الصبح اثنين سيس بالليل تمام اذا قلت اريد ثلاث ارباع هم احلها باربعه واخذ ثلاثه واعرف ربع يهمها ما معناتها اذا خليت 4 سي سي من الصبح للليل اذا خليت 3 سي 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 ما لا طبعا بالنص 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 إذا قلت مثلاً ثلاثة أربعة الأبرة تطيع الأبرة أحلها بأربعة ثلاثة أربعة عشبية تسيس السيسيان الثلاثة يبقى عندك ربعين مهم لأنه قلت ثلاثة أربعة ما قال لك المهم وش يسوي الأبرة المهم زين إذا قلت مثلاً أريد ربعها في الحالة بأربعة ربع الصبح إذا قلت ربع الصبح ربع بالليل الباقي المهم فالحلها بأربعة سيس الصبح سيس بالليل يبقى عندك اثنين زايدة تقسيم يصير على خطوة من تقسيم العلاج مالت الأبرة على عدد المي المقطر مناسب للجرعه الماخوذه مناسب يعني من اقول ابو الالف اريد ربع من عتين واقول لازم اختار الاربع مقطر لان اصير اربع نقاط 250 ف 250 راح يصير بالسيس الواحد سيس الصبح سيس بالليل وعندك 2 250 مهند لان الطبيب يريد مرتين ليش؟ الابره بس ليش؟ بما انه هو باودر الحل على ما مغطى اذا ممكن ان يترك او يعني ياخذ المفروض مالته لذلك الابره تعطيه الصبح تعطيه بالليل والباقي يوم شايفين في المستشفيات ابره نص الساعه فبدل ما يقول لي مرتين باليوم يقول لك نص الساعه فاذا كانت الابره من الالف حلها باربعه وقال لك 250 نص الساعه شايف تسعه سيسوا واحد لنا اوكي وصلنا عرفنا شو عندنا انواع الحقن بالامبولات وعندنا فيالات عندنا فيال وعندنا امبول
شلون اعرف هذا فيال وشلون اعرف هذا فيال؟ الفيال شنو؟ باودر ونخلي عليه ما مقطع. الأقبول واصل يجينا سائل. مثل ايش الأقبول؟ جراماكسي، امريكاسي، ديكسابيتازون، فولتارين، براستول أقبول وهكذا. براستول أقبول مو فيال دخل، أقبول عندنا براستول أقبول أبو 600 و350 تمام؟ الفيال كلافوران، امبيكلوكس، عندنا بعشرش عندنا هاي أنواع من الفيالات نخليها على الباودر. امبسلين أموكسيل وغيرها. خلي عليها من المقطر. إذا نقول فيال يعني شنو؟ باودر عليه مقطر. وإذا نقول أمبول سائل. مرت اللوب شباب جيبوا دفاتر حتى سجلوا ملاحظاتكم. كل شيء فيكم هذا. تمام عيني؟ تمام؟ الأمبول إذا سائل. مثل ايش؟ مثل البراماسيل، الدكساميتازون، الفولتارين، البرازيتول، الأميكاسيل، الفينكوسين، هذا كله سوائل. لكن من أقول فيال، فيال يعني أجيب المي مقطر وأحلى مثل هسه شرحت لكم المي مقطر. إذا قلت لكم إمبيكلوكس الطفل هذا ياخذ 150 والأبرة أعطاها من 500، إيش قد الأبرة؟ هم 500 فرد، والطفل ياخذ 150، ليش أحلى حتى أحط الأبرة؟ عافية، شطي الجرعة؟ عافية عليك، أحسنتم، شلون؟ هي مو الفيال من 500 حليتها بخمسة سيسي، يعني كل رقم صار عندي 100، كم صار رقم عندي 100، فالطفل يقول لك 150، فرقم واحد 100، نص الرقم ايش قد؟ واحد ونص، يعني 150. ايش قد نص الرقم؟ 50، فشطي سيسي ونص، أعيد؟ أعيد؟ عيد. عندك فيالة من 50، سمعت ايش قلت لك بالبداية؟ قلت لك الفيالة تحلها بالماء المقطر، أنت تتحكم بيه بيش؟ حسب الجرعة المأخوذة والطريقة. يعني إذا هي أم الألف وقال لك الطبيب تنطيه ربع أربع مرات باليوم. ربع شلون؟ يوم الألف. ربع شلون؟ 250. فبيش أحلها أنا؟ أنا أتحكم بها. أحلها بأربع أرقام. فشنطي رقم كل ساعات راح أنطيها رقم. يعني 250 من اللي تتحكم بالأرقام؟ يعني كل جرعة أعطيها سيسي واحد من المي المقطر يعني. بالمي المقطر مو ثابتة ما بس أربع سيسي. بس خلص وصل لك الفكرة إلي. ما حسوي قالب اليوم. إن شاء الله. إن شاء الله. الفيال من الألف. أكو أبرة من الألف. كلافوران. وقال لك الطبيب هذا الطفل أريده سيسي واحد أو أقول لك أريد 250 كسي ساعات. هو ألف. ألف أرد أقسمه على ألف كسي ساعات يعني أربعة. الألف أرد أقسمه على أربعة إيش قد أخلي؟ أربعة أرقام. أربعة سيسي. كل سيسي إيش قد راح يطلع لي؟ 250. إيش أعطي سيسي الصبح؟ سيسي الظهر؟ سيسي العصر؟ سيسي بالليل؟ زين عندك أبرة أم 500 وقال لك الطبيب أريد 350 تطيني بس من هذه الأبرة 500 ولا 350 ليش أحنا؟ خمسة قول ليش؟ لأنه ثلاثة ونص ولها كسور وأنا إذا ما حليته بالعدد الصحيح ما أقدر أطلع الكسر تمام؟ فبيش أحليت؟ أحلها بخمسة هي مو 500 أحلها بخمسة ليش احلها بخمسة؟ حتى كل سيسي راح يطلع لي 100 فهو ايش قال لي 350 يكون سيسي سيسي 3 ونص بسحب 3 سيسيات ونص حتى تطلع 350 وضرب للطفل والسيسي ونص الباقي ذبيته الباقي مال الخمسة ارجع عيد؟ نعم تعمل هسه؟ اكيد وصلت؟ زين عندك مريض هو ابو الالف كمية العلاج انه نحلل الرياضات المقطر ما هو كمية ما هو مساحة يعني اللي يسمونه حلنا مثلا بخمسة مساحة حالة خمسة ايه حلنا كمية العلاج طبعا حلها راح يزيد مساحة ايش قد راح تضرب؟ راح تضرب 3.5 سيسي هذا اللي يحتاج زايد اصلا حتى تخلي مخدر وزايد تختبر وما تختبر يعني إذا قلت إذا عندك سكر قابض إن أبر الوريد سكر قابض مرة تصير 10 سيسي بالوريد بنستخدم نسخة يوم 10 لأن بالوريد هذا مو بالعضلة لكن بالعضلة ما زايد الماء ليش؟ لأنه هي أصلا عضلة بس الدكتور يعني ما بقص ما تخفف زايد ما تخفف زايد مثلا تخفف 5 سيسي كمية العلاج سيسي كمية العلاج مبالغ تعرف قصدك شو تقول؟
يطلع لك عليك
وسيس بالليل. شطر. سيس الصبح وسيس بالليل. عافية. سيس الصبح والباقيات يوم. زين. إذا قال لي أريد 350 ليش إحنا من الليل؟ 350 ليش إحنا؟ هل بخمسة درهم؟ خمسة درهم. ليش؟ درهم بخمسة. ليش؟ كل سيس صار لي 200 يوم الألف. اسمعني. يوم الألف. مو ألف؟ إذا حليتها بخمسة كل واحد وش قد يطلع لي 200 زين قال لي 350 ايش قد اعطيها؟ 5 2 الا شوي الاختبار 2 الا شوي واذا حليتها ب 10 ايش قد؟ 6 فانت بعت وش قد انا اتحكم انا اتحكم بالمخطط عافية حسابية ورياضية وانطى علاج مضبوط ما نبي اتحكم بالمخطط لكن مستحيل انطى كلافوران ام الالف حتى لو ياخذها كامل بسيسير غلط هي راح تصير مركزه بالعضله وتبدا العضله وتحرك العضله فاحنا ما المخطط اذا الابره كلها ياخذها من ثلاثة سيسير لاربع سيسير تمام ناخذها لا بعد اخذها جرعه كامله اذا اخذ الالف اذا اخذ 500 وياي بس مرات تجي ابره من 250 هي من المخطط مالتها كلها ما يجي لك طبيب كل البنت تجيب المخطط كله وضرب لي اياها هي السيسير اللي نعرف شلون الحس تبقى الجرعة ما تساعد شلون احسبها؟ إذا هذيك هذول 8 ملي جرام هي اللي تبقى بيب أريد نص الإبرة الصبح ونص الإبرة بالليل هي ديكادرون 8 تومر ديكادرون ديكسيميتازون الإبرة للأمبولة تلقط توسع القصبات تلقط للأم تلقط الرئة مالت الجنين للشهر الأخيرة فهي أصلا ديكادرون 8 ملي جرام فإذا قلت لك الطبيب نص الصبح نص بالليل شو تسوي؟ تقسم الإبرة بالنص سيس الصبح سيس بالليل يعني يوم سيسين أصلاً أميكاسين الأميكاسين هو أبر 500 أمبول وقال لك هذا الطفل يحتاج 100 وهي 500 أسحبها سيسين إيش قد أضيفها عليه 3 سيس ما المقطط حتى إيش قد نصير 3 حتى يصير رقم 5 يعني كل سيس صار 100 فقال لك الطبيب سيس الصبح سيس بالليل أسحب سيس الصبح 100 وسيس بالليل الباقي 100 تمام المي مقطر عليك ميزانك مش تتحكم فيه عرفت شلون؟ حالة رياضيات تحل المي على الجرعة الموجودة وضد الجرعة على المي الألف ايش قد اقسمها على أربعة؟ 250 أربعة زين الألف أريد اقسمها على 750 أعطي ثلاثة على 250 250 500 250 750 الرابع عرفت شلون تحل اللغة؟ عليك ميزانك ضد المي مقطر على الجرعة عنده على المأخوذة للمريض لا تأخر يعني ما مقطع يتحكم على الكمية مالت الأبرة راح تأخذها على جرعة المريض راح تضيها أو تقسمها بس عرفت شلون تقسمها؟ الأمبولات واضحة مثل هذا عندك قبل 8 قلت الطبيب 4 الصبح و4 الليل ضد نص الأبرة ونص الأبرة أميكاسين مثل ما قلت لكم قبل 500 وهي بس 60 وقلت الطبيب هذه 100 الصبح 100 الليل فشلطي 3 من مقطع تخفف الأبرة أو هي جد سيسين سيس واحد شف راح يسلم 250 نص السيس جد يطلع لك 125 إذا لازم نحن ما نقطع إذا خدت العلاج وطيب هنا وصلت الفكرة نشتغل بروسيجر أسئلة ولا لو بعد الحل الحل سهل خلوا بالكم يتحجر يصير مثل جص الأبيض زين بس الطريقة ما تلحقن لا 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 ليش ما يكون لا 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 غريب كل المريضين أبو أنه ليس موها آي فو آي أن تزمنع من الوريد تزمنع لأن كل المريض لأن الوريد هذا البول تعريب بمادة شبه زيتية أيضا وهو الأملاح الموجودة راح تتفاعل بالوريد راح تقتل المريض أصلا فلذلك تنطي آي أب أو يو يعني عقل فقط وإذا قلت آي في أولي يعني وريدي فقط فريد الميز بين الوريد وبين العقل لما أوكي شباب تحدد الزاوية مالتنا نخلي السرنجة نخلي الرقم تشوفون سحبنا كل سان سحبتها هذه شلون افرغها من الاول؟ طرق اكو طرق كلش خطا يستخدمونها يسحبون هيك ويرجعونها هذا غلط ليش؟ لان انا من اسحبها راح اخذ الانذار اذا تشوفوا فيها موجود بالبيئه مالتي اسحبها من العلاج لان يجرب التقليل مالتي هو اسحبها بهذا الوضع تمام باولي والميزه من الكفر مالتي اللي موجود هي اخلي هيك واتحكم ليش اتحكم؟ حتى لا يفيد. حتى لا يفيد. اخذ الارقام وباوي.
ثلاث صانعين دي حسوني ياخذ 250 جرعته والاغرامات ام الالف ليش حليت هيك؟ حسوني ياخذ 250 جرعته سحبته وفرغت الهواء مالته راح اخذ المكان اكيد لازم عندي شنو؟ خلي اقل والسبرت مالتي سبرت الايوديت اي شيء عندك واعقم بالطريقه الدائريه تبع يا شباب طريقه دائريه من اقل جرثومه الى اكثر جراثيم واتركها اتركها مو هنا لازم عندي في البوكس خاص حتى ارميها ليش؟ لانه تعرفون الجلد جلد احتمال البرنامج هو بيجنت يعني هو عندك ممكن حتى السكين مالته بيف الالم اكيد احنا لابسين الكلوز مالتنا لابسين الخفوف ونشتغل بيها بطريقه لان احنا اهم شيء عندنا حمايه شخصيه نفسنا ويا حمايه المريض يعني مثل ما المريض حق علينا احنا نعطي نفسه حق علينا تمام؟ نلبس الكفوف ونسحب بهاي الطريقه شلون تكون الزاويه تكون قائمه انا لبيت التعقيم فسيري لما حضر بالاخرى تحتاج نقطه ثانيه اكيد انا وحده عقمت بيها وحده ثانيه راح تكون بايدي تكون بهاي جوا ايدي النيت المغلق والطريقه مالت الانزمه مثل القلم والزاويه اذا رجعت القبق باعوا الطريقه هذه اذا انا ارجع النيت ضمن القبق حتى ما انشك على شكل زاويه وادخلها تمام؟ على شكل زاويه ارجع عيد باعولي باعولي هذا اسيطر عليه حتى يجفني هذا اسيطر عليه حتى يجفني باعولي اكو طريقه يتخلى على الميز وبهذا الوضع يتنفس واكو طريقه هاي طريقه الزاويه الزاويه ما اخليه هيك او هيك اسوي حتى لا انجل احجزها بهذا المكان باعولي ما راح ينطق قبل مباشر راح ينطق او بهاي الطريقه الثانيه ليش حمس واخليه زين اذا هذا الكفر جوا ايدي هذه القطنه اللي عقمت بها رميتها خلي القطنه معقمه ثانيه وين اشوف باعولي باعولي مثل القلم الزمها بالمكان اسيطر عليه اللزمه مالت ايدي الكفر بيدي والقطنه بيدي باعولي الزم النيدل من نايا ومن نايا ليش؟ من جهه المكبس حتى السرنجه ونهايه النيدل ليش؟ محتمل في بعض الاحيان من يردون يحقنون يدفع بريفلت ايدي ممكن الشركه مالت السرنجه فانت بعاد عن الاحراج والابره جسمينه غاليه بتاخذ ضرب 30 35 اللي تشتري المريض لذلك الزم هاي اصابع وحده منها وحده منها وحده اصبع على المكبس واصبع الثاني على النيدل تيس لا تنسون التيس طلع الهواء تيس شباب لا تنسون وابدا احقن ورا ما كملت الحقن شلون اشيلها على التيل بارولي واخلي القطنه مالتي بهذا الوضع زين عندي بروسيجر شلون هسه انا حسون ضربت الاخرى هسه انا ضربته صحيح طريقته صحيحه لكن الضربه مش الغلط ليش؟ ممكن حسوني اخنقل اضغط عليه ممكن حسوني احرك ايدي ورجلي ممكن حسوني احرك رياضي فش اسوي بهاي الحاله تعال تعال ماما اعتبر انت ميت ابو جايب حسوني يصير هيجي اول طريقه لازم شو اسوي؟ يميل البوتشر لجانبي حتى لا اخنقل هاي وحده ثاني شيء اطلع الشولدر مالت البيبي اطلع عليه برا حتى لا اضغط عليه وبنفس الوقت اقول جلد اقول له ايد تخليها هذه نهايه الفقرات القطنيه والايد الثالث شوفوا تصير على شكل قوس على جهه افخاذه ليش؟ حتى لا يقدر هيك يسوي انا من اضرب الابره ليش؟ احتمال انا اذا اختبرته وياي حركته راح اختباري النيد اللي يفوت يفوت يصعد ينزل يصعد ينزل ممكن اشوف له بريد او اوعيه دمه لذلك حتى اسيطر عليه اخلي الاب او الام اي ريليتف ويا البيبي يسيطر عليه اذا سوى التيست مالتي تمام؟ نعيد يلا الوجه مالته صار لك راس جانبي شلون بدي اسيطر عليه اطلع على مضمار خنقه وين تخلي ايدك ابني؟ بالضبط احسنت لا غلط احنا شفنا هذا اذا خليته ممكن يصعد مقعده فوين اخليه؟ انا اشرح لكم اياه بالقلم يا حرف الار هنا هنا بالضبط تشوفون العضله بعد الطفل القليل لا خانقته ما خنقته اصلا ولا ضغطت على الشولدر مالته اصلا هسه اقدر اضربه اقدر اضربه ورا ما كملت اختبار مالتي كملته اجي الحركه مالت الطفل باعولي اصابعي تيست تيست لا تنسونه
هسه انا اقدر اسوي التيست، ليش؟ لان هو سيطر عليه بسوي الكنترول، مساعد اذا سويت التيست والطفل يتحرك احتمال اختباري غلط. لان من يده باعوه طاي 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 وهي حركه الطفل ممكن ياثر لي على ضربه مالته، ضربته مكملت. الشباب اغلبيتهم يفوتون العلاج وهذا خطا، ما بيفوت العلاج برجع غلط. وايضا هاي الزاويه عندي باعوها زاويتي دخلتها وابقى انا على البرجع. تمام؟ البرجع بالضبط تبقى نوال برجع وبدون فرق، ليش فرق؟ لان ماكو شيء يمشي على العلاج حتى افركه، هو حبس المكان. اذا بس البرجع مش واقع عليه. مرات واحد يجي لك عارف انا اخذ اسبرين فاضل انزل بعدين، او مثلا هو عنده حاله قله التكسر عنده. فاضطر بين ياخذ هاي الابره بالعمل، لذلك ننتظر نخليه وبعدين نجيب له بلاستر ونسوي له اكس. عن البلاستر ويقل اوبزرفيشن الحين نشوف انه مضبوط